السلام عليكم. النهارده حلقتنا من جوه اوضه المعمل لزمايلنا والعاملين بالمجال وخصوصا المبتدئين، نتعلم مع بعض تحليل الهيموجلوبين عملي او اللي احنا بنسميه تحليل الانيميا، او اهم تحليل في تحليل السي بي سي، او اول ما الدكتور بيبص على حاجه في السي بي سي بيبص عليها هو الهيموجلوبين، حدد درجه الانيميا ونشوف. وطبعا اختلاف درجه المعدل الطبيعي بتاعته من الأنثى عن الراجل، عن الطفل الصغير، عن الحامل، بتختلف طبعا الرينج والمعدل الطبيعي بتاعه. عايزين نتعلم مع بعض النهاردة طريقة شغله مانوال. أنا حتى لو شغالة سي بي سي وهشتغل السي بي سي كلها أوتوميتد على الجهاز الأوتوميشن، أنا على طول بشتغل الهيموجلوبين مانوال. أنا بحب أعمل كده أبقى مطمنة على أهم حاجة في السي بي سي زي ما اتفقنا، وأشوف كده وكنت اشتغلته بإيدي وأشوف هيطلع كام. يلا بينا هنقرأ البامفلت الأول غاية سريعة كده، إيه الأهم اللي احنا بنبص عليه فيها وإيه هي الخطوات. شغالة بأحد الشركات كده، نشتغل مع بعض بالراحة ونبسط على بعض الطريقة بتاعته، لأن طبعا مفيش مأمل هيخلى من تحليل الهيموجلوبين، فلازم نتعلم بأبسط طريقة إزاي نشتغله، مش بياخد وقت خالص. تنسوش بس بعد ما الحلقة تخلص لو لكم أي سؤال، أي تعليق، اقتراح لحلقات تانية جاية عرفني في الكومنتات. يلا بينا. متعودين اول حاجه بنعملها ايه؟ بنقرا البامفلت ونشوفها بتقول لنا ايه بالظبط ونمشي على الخطوات بتاعتها، خصوصا لو اول مره فتح الكيت، اول مره اعمل التحليل، لو انا حد مبتدئ. دي كيت جديده فيترو، بيقول لي ان انت بتاخد زي نفس الكيتسات اللي انا اشتغلت بيها قبل كده، ان انا باخد 2.5 ملي يعني 2500 مايكرون من محلول الدرابكن على 10 مايكرون من السامبل. وقال لي ايه كمان؟ تبص تلاقي تحت الجدول مكتوب ان انت بتعمل انكوبيت 5 دقايق في الروم تمبريتشر محطه لمده 5 دقايق. طبعا بعد ما اكون عملت ميكس كويس جدا للبلد اللي انا حطيته، طبعا انا اصلا بعمل ميكس العينه الاول واعمل ميكس بقى بعد كده للبلد اللي حطيته ال 10 مايكرون دول فوق ال 2500 مايكرون، عملت ميكس كويس لهم وبعد كده احضن، وبعد كده هرجع اعمل ميكس برده قبل ما ادخل على الجهاز واخد القرايه بتاعتي. حبينا بس نشوف البامفلت الويف لينس بتاعتها 25 ل 560، كوفيت هيسحب 1 سنتي، التمبريتشر تمام، كلها زي الكيتسات اللي اشتغلت بيها قبل كده بنفس الطريقه، ورينج الويف لينس عندي متظبط تمام. احنا نشوف بقى نشتغل مع بعض ان شاء الله تكون الكاميرا كده موضحه شغل ايدي على قد ما اقدر كده هظبطها ونركز على البيبت. اول حاجه بنعملها ايه؟ انا عايزه 2500 من محلول الدرابكن ده انقلهم في انبوبه لوحدهم وابدا اشتغل. انا معايا الانبوبه بتاعتي اهي، انبوبه من دول، اظبط على 1000، انا 1000 مظبوطه معايا اهي، ظبطت ال1000 عشان هرجع اخد 1000 تاني وبعد كده 500. هي اعلى حاجه عندنا ال1000 مايكرون زي ما احنا عارفين تمام. طيب المحلول بتاعنا الدرابكن ده ممكن يتحفظ في روم تمبريتشر عادي جدا، مش لازم تلاجة. ياخد اول 1000 يطلع بالراحة كده، احطهم في الانبوبة بتاعتي، ياخد 1000 تانية اكون مركزة عشان انا هاخد 2500 2.5 ملي يعني 2500 مايكرون. ظبطت الالف التانيين بنفس التبساية برضو وكل حاجة، هرجع بس اعمل ايه؟ اغير البيبت من 1000 اخليها 500، مش اغير التبساية اصل هو نفس المحلول، بالراحة كده. سألت على فكرة على فيترو، كان بقالي فترة برضو بسأل عليها، لان فيترو من احسن المحاليل يعني في الهيموجلوبين، من افضلها يعني، والاستابيلتي بتاعتها كويسة. وكله نظبط على 500، هاخد 500. انا قفلت البوت اللي مع اني محتاجاها، بخاف تتكب لاي خبطة كده ولا اي حاجة ومنع من التلوث،
بحاول اقفل دايما على طول اول باول اي بوتل معايا، او حتى لو مستعجلها هغطيها كده مش هسيبها مكشوفه يعني. خلاص كده مش عايزين حاجه من التبسايه، خلاص نرميها. هبدا اخد بقى ايه العشرة مايكرون البلد من السامبل بتاعتي، معايا البيبت العشرة بس ما اخدش من العينة على طول كده، اعمل لها ميكس، ده اصح ميكس بعد السحب بتاع العينة وقبل ما اخد منها لو ميكس مانوال يعني مش بالجهاز. هناخد العشرة، خدت عشرة خلاص، في السامبل برضو السامبل بخاف لا تتكب، نقفلها بمنديل، نمسح الدبسية من بره كده، نعمل ميكس، هنزلهم. بحب اقعد اعمل ميكس بالبيبت سريع كده، نرمي التبساية واعمل ميكس بقى قوي قوي كده للبلاد على المحلول، على محلول الدرابكن بتاعي وايجنت. خلاص كده كفاية، هسيبهم 5 دقايق زي ما هو كاتب لي 5 minutes في روم تمبريتشر، هظبط التايم بتاعي وارجع لكم تاني بعد 5 دقايق. ال5 دقايق عدت، خلال ال5 دقايق دي انا بكون بعمل ايه؟ بكون بظبط الجهاز، بظبط الجهاز بتاعي على البرنامج بتاع الهيموجلوبين، وعملت سيلكت اخترت الهيموجلوبين وسيلكت رن، وبعدين بيقول لي بقى يوز بلانك ستورت ريزلت، انت عايز نتيجه البلانك اللي متخزنه المفروض، وطلب غسيل وكل حاجه. يوز بلانك يس ريد سامبل. خلاص انا ال5 دقايق بتاعتي خلصت، ميكس تانيه كده قبل ما ادخل على الجهاز. اول ما بيصفر بشيل العينة، شوف كده النتيجة بتاعتنا طالعة كام، هي نتيجة شاب عنده 18 سنة طالعة 13.7، مش عارفة هتبقى واضحة ولا لا. عموما كده يعني تمام، ويعتبر ما عندوش انيميا يعني، هي شباب او رجالة الهيموجلوبين بيبدأ من 13، احنا كده في النورمال رينج في المعدل الطبيعي. اتمنى الحلقه تكونوا استفدتوا منها، وتعلمنا كده الهيموجلوبين مانوال مع بعض بطريقه مبسطه. لو عجبتك الحلقه لايك وشير. سلام عليكم.